Flash Sport. صباح النور، أجمل تحية لكل أوفياء الإذاعة الوطنية. الأكيد الكل ينتظر قرارات الفيفا، خاصة بعد زيارة وفد الفيفا والكاف البارح إلى تونس والاجتماع اللي جمعهم مع وزير الشباب والرياضة وكذلك ممثلي الأندية في اجتماع ثاني بعد الاجتماع في وزارة الشباب والرياضة، والنية متجهة نحو التمديد للمكتب الجامعي الحالي إلى غاية 30 جوان بالنظر للالتزامات خاصة للمنتخب الوطني التونسي على مستوى تصفية كأس العالم 2026. منتخبنا الوطني التونسي تنتظره زوز مباريات هامة وكذلك على مستوى الفراغ الإداري والتسييري بالنسبة للجامعة التونسية لكرة القدم والرابطة بخصوص بقية الموسم الرياضي في تونس. قلت النية متجهة نحو التمديد للمكتب الجامعي الحالي إلى 30 جوان، ثم تنصيب هيئة تسييرية من طرف الفيفا للقيام بتنقيح القانون الانتخابي وتحديد موعد للانتخابات وجلسة عامة انتخابية، ثم تعيين مكتب جامعي منتخب في ظرف 60 يوم. بالحديث عن المنتخب الوطني التونسي، يوم الخميس 30 مايو سيكون الموعد موعد الإعلان عن قائمة اللاعبين المدعوين لمنتخبنا الوطني التونسي لخوض طبعا مباراتي غينيا الاستوائية وكذلك ناميبيا يوم 5 جوان في ملعب بارادس. تنتظرنا مباراة على في تصفية كأس العالم 2026 أمام منتخب غينيا الاستوائية، ثم المنتخب الوطني التونسي يشد الرحال إلى جنوب أفريقيا أين سيواجه منتخب ناميبيا. وبالنسبة للمنتخب الوطني التونسي، وزارة الشباب والرياضة هي التي تكفلت بإعداد الظروف الخاصة بسفر المنتخب الوطني التونسي في الظروف الحالية، كما كنا نتحدث عن نهاية نيابة المكتب الجامعي الحالي والنية متجهة نحو طائرة خاصة كالعادة بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي حتى يتحول إلى جنوب أفريقيا. أخبار لاعبين المحترفين خارج حدود الوطن قبل التعرف على قائمة المنتخب الوطني التونسي يوم الخميس، وأكيد أسماء جديدة في القائمة باش يوجه لها الدعوة ثنائي منتصر لوحيشي وكذلك أنيس البوسعيدي لخوض الزوز مباريات القادمة. بالنسبة للبطولة المصرية، سيف الدين الجزيري هداف كالعادة مع فريق الزمالك اللي فاز البارح على اتحاد السكندري في البطولة المصرية بهدفين مقابل صفر، وسيف الدين الجزيري سجل الهدف الثاني في دقيقة 57 في المقابل سعد بقير مع نادي أبها، وكذلك الحارس الدولي أيمن دحمان مع فريق الحزم، زوز فرق تغادر بطولة الروشن السعودية نحو بطولة الدرجة الأولى. كرة القدم في تونس، نهاية الأسبوع سيكون الموعد مع المباريات المؤجلة. البارح جلسة عمل أشرف عليها وزير الشباب والرياضة الدكتور كمال دقيش مع هيئتي النادي الرياضي صفاقسي والاتحاد المونستيري والكاتب العام للجامعة التونسية لكرة القدم للنظر في ضمان حسن سير باقي المقابلات للموسم الرياضي الخاص ببطولة الرابطة المحترفة الأولى وكرة القدم عموما في تونس. والنية متجهة نحو تعيين مباراة المؤجلة لحساب الجولة الثالثة إياب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى مجموعة التتويج، والتي ستجمع الاتحاد المونستيري بالنادي صفاقسي واللي وقع تأجيلها الأسبوع الفارط، باش يقع تعيينها مبدئيا يوم الجمعة 31 مايو في انتظار التأكيد من الرابطة. في المقابل موعد ثابت ورسمي مباراة الدربي في نفس الإطار، مباراة مؤجلة لحساب الجولة الثالثة لمرحلة الإياب لمجموعة التتويج التي ستجمع النادي الإفريقي بالترجي الرياضي التونسي في ملعب حمادي العقربي برادس انطلاقا من الساعة 5 مساء يوم الأحد 2 جوان. هيئة الملعب التونسي على غرار بقية الأندية خاصة في مجموعة التتويج بعد بلاغ النجم الرياضي الساحلي وتشكيه من مردود الحكام والتعيينات والأخطاء التحكيمية، هيئة الملعب التونسي هي الأخرى وجهت يوم الأمس مراسلة إلى الإدارة الوطنية للتحكيم تطالب فيها بتعيين حكم أجنبي لبقية مباريات الفريق في البطولة انطلاقا من المباراة القادمة التي ستجمع الملعب التونسي بالنادي الإفريقي.
نذكركم وأنه في نهاية الأسبوع أيضا باش يكون الموعد مع لقاءات الجولة 13 وقبل الأخيرة من مرحلة تفادي نزول بالنسبة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى نهار السبت 1 الجمعة الماضي 3.5 نجم المتلول القوافل الرياضي بقفصة مستقبل مرسى النادي البنزرتي اتحاد تطاوين مستقبل سليمان والأولمبي الباجي اتحاد بن قردان. إلى الرياضات الفردية، تونس تتوج بكأس المرتبة الثالثة في دورة الألعاب الأوروبية المفتوحة للتايكواندو التي أقيمت بتركيا من 24 إلى 26 ماي الجاري. منتخبنا الوطني التونسي تحصل على 3 ميداليات ذهبية بفضل خليل الجندوبي في وزن 63 كيلوغرام، فراس القطوسي في وزن أقل من 80 كيلوغرام، وجهاد المثلوثي في وزن أقل من 68 كيلوغرام، إلى جانب زوز ميداليات برونزية. في كرة السلة، بطولة أو دوري أبطال إفريقيا بول فور النسخة الرابعة، الاتحاد المنستيري للأسف ينهزم البارح في الدور الربع النهائي أمام ريفرس هوبرس النيجيري 92 مقابل 88 ويغادر منافسات المسابقة. دائما في الرياضات الفردية، في كرة المضرب، أنس جابر اللي تأهلت يوم الأمس للدور الثاني من بطولة رولون جاروس المفتوحة لكرة المضرب على الأراضي الترابية بعد فوزها على الأمريكية ساشيا المصنفة 124 عالميا بمجموعتين مقابل صفر، تفاصيلها كان 6-3 6-2. التونسية أنس جابر ستواجه في الدور الثاني الكولومبية كاميلا أوزوريو المصنفة 77 عالميا. في نفس الإطار نذكر البارح عودة رافائيل نادال لملاعب كرة المضرب. رافائيل نادال للأسف ينسحب من الدور الأول من بطولة رولون جاروس اللي يملك فيها الأرقام القياسية أمام زفيريف. تعرفوا التصنيف الجديد لرافائيل نادال بسبب الغياب والإصابة وابتعاده عن ملاعب كرة المضرب أثرت على تصنيفه العالمي وتصنيفه في هذه البطولة، وبالتالي واجه زفيريف في الدور الأول. وهزيمة وخروج رافائيل نادال لأول مرة في تاريخ مشاركاته في رولون جاروس منذ الدور الأول كان تأثر شديد وكبير جدا لرافائيل نادال وللجماهير اللي كانت تتمنى وأنها تشاهد نادال أكثر في هذه البطولة. نادال قال وأنه لم تعد لي طاقة بعد مباراة اليوم، يعني أفكر جديا وأنه الاعتزال لا يكون الموسم القادم، لأنه نعرف رافائيل نادال قبل انطلاق الموسم الجديد لكرة المضرب أعلن وأنه سيعتزل بعد نهاية هذا الموسم، لكن البارح بعد مباراة البارح وفي تصريحه بعد الهزيمة البارح قال وأنه يفكر في الاعتزال في الشهرين القادمين، والمشاركة في بطولة ويمبلدون قال ممكن يحبذ المشاركة في الألعاب الأولمبية على حساب بطولة ويمبلدون بسبب كما قلنا الإصابة وتتالي الإصابات واللياقة البدنية والأمور الفنية بالنسبة لرافائيل نادال. نقطة نهاية فلاش سبور، أجمل تحياتي، نلتقي إن شاء الله في موعد رياضية قادمة.